رحب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد باختيار المنظمة العالمية للخيل العربية الأصيلة وهو مملكة البحرين لعقد المؤتمر العالمي للخيل العربية الأصيلة، وهو ما يؤكد على تقدير المنظمة لما تونيه المملكة من اهتمام ودور في الحفاظ على الخيل العربية الأصيلة وجعلها جزءا من الهوية التاريخية التراثية التي رسخها الآباء والأجداد من حكام مملكة البحرين، ومواصلة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى يدعو الله رعاة على هذا المنح الكريم في الحفاظ على خيل البحرين ونقائها من خلال ما تمتلكه الاستبلات الملكية من سلالات ومرابط أصيلة. جاء ذلك لدى حضور سموه حفظه الله اليوم حفل افتتاح المؤتمر العالمي للخيل العربية واهو الذي يقام تحت رعاية جلالة الملك المفدى يدعو الله رعاة، والذي حضره عدد من أصحاب السمو المعالي والسعادة وكبار المسؤولين، حيث نقل سموه حفظه الله تحيات حضرة صاحب الجلالة أهل البلاد المفدى حفظه الله رعاه إلى رئيس وأعضاء المنظمة العالمية للخيل العربية الأصيلة وجميع المشاركين في المؤتمر، وتمنيات جلالته للمشاركين في أعمال المؤتمر العالمي للخيل العربية الأصيلة التوفيق والنجاح. وقد أشاد صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد بالجهود الطيبة التي بذلتها اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة في الإعداد والتنظيم للمؤتمر وما يتضمن برامجه من أنشطة تلقي الضوء على خيل البحرين الأصيلة وجمال الخيل العربية الأصيلة. وأشاد سموه بأهداف ومساعي المنظمة وحرصها على متابعة سلالات الخيل العربية الأصيلة والتأكيد على نقائها، منوها بالتعاون القائم بين مملكة البحرين والمنظمة العالمية للخيل العربية الأصيلة وبحسن الإعداد والتنظيم لهذا المؤتمر الذي تستضيفه المملكة احتفاء بالدور المهم الذي توالي المنظمة بذله. وخلال الحفل ألقت السيدة جينيليز كلمة استعرضت خلالها أهم ما يميز الخيل البحرينية الأصيلة والاهتمام الكبير الذي واليه أصحاب الاستبلات والمرابط لهذا الخيل، منوهة بالمكانة المرموقة لخيل البحرين بين خيول العالم لما تتمتع به من جودة وأصالة معروفة لدى كافة المهتمين بالخيل حول العالم. كما ألقى السيد بيتر بوند رئيس المنظمة العالمية للخيل العربية الأصيلة كلمة أعرب فيها عن شكره لمملكة البحرين على استضافتها للمؤتمر، حيث يتجدد اللقاء بأعضاء المنظمة في مملكة البحرين بعدما يقرب من 20 عاما انقضت منذ آخر اجتماع لها في البحرين في عام 1998، مقدما شكره إلى جلالة الملك المفدى على ما يليه من اهتمام ودعم للمنظمة. كما عبر عن تقديره صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد على حضوره حفل الافتتاح افتتاح المؤتمر، مشيرا إلى ما يوليه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس اللجنة المنظمة العليا للمؤتمر على التنظيم والإعداد للمؤتمر.